تابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري مع رؤساء اللجان العامة انتظام عملية التصويت في اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية. وأكد بن داري خلال مؤتمر صحفي انتظام عملية التصويت وأن جميع اللجان الانتخابية بمختلف محافظات مصر قد فتحت في موعدها في 9 صباحا ولم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى، مشددا على السماح لكل من يحمل تصريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة مهامه في المتابعة والتغطية الإعلامية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن لجان الوافدين تشهد كثافات عالية والأكثر تصويتا حتى الآن. أدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في اللحظات الأولى من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بمقر لجنته الانتخابية. أدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة. أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بمقر لجنته الانتخابية داخل لجنة مدرسة المقطم الثانوية بنين. أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا النبراوي بحي التجمع الخامس. تتابع غرف العمليات المركزية للحملات الرسمية للمرشحين للانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر التقنيات المتطورة والتواصل الميداني من خلال المندوبين في اللجان لأماكن التصويت وجاهزيتها. أدلى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية، مؤكدا أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا. حرص متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التواجد أمام مقرات اللجان لتنظيم طوابير الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويعمل متطوع التحالف على مساعدة الناخبين وتيسير وصولهم إلى لجانهم والتصويت بسهولة ويسر مع توفير الدعم اللازم في عمليات التنظيم أمام اللجان. توافد المواطنون في مختلف أرجاء محافظة شمال سيناء على لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وشهدت اللجان إقبالا حاشدا من الناخبين للمشاركة بشكل فعال في اختيار رئيس مصر القادم لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.